فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، ما زال حديثنا عن الهجرة النبوية وعن الدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها من هاته الهجرة، ونجعلها نبراسا لنا في حياتنا على مستوى الأفراد والجماعات. الله تبارك وتعالى كان قادرا أن يسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كما فعل قبل ذلك حين أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، فذلك ليس بعزيز عن الله تبارك وتعالى، وهذا أمر سهل لله تبارك وتعالى. كان يمكن أن يبعث الله عز وجل بالبراق ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يسافر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يهاجر على قدميه، وأن يكون في صحبة أبي بكر الصديق، وأن يتعرض لكل الأخطار والأهوال التي تعرض لها كل المهاجرين، ويتعرض لها كل مهاجر في سبيل الله عز وجل. فهنالك فرق شاسع بين الإسراء والهجرة النبوية. الإسراء المقصود منه هو تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته أمام الأحداث التي تعرض لها وهو في مكة. الهدف منه هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يؤم كل الرسل من قبله. الهدف منه هو تحسيس الأمة الإسلامية بأهمية بيت المقدس، وغرس حب هذه البقعة المطهرة في قلوب المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الأهداف كانت محدودة في وقتها. تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان محدودا في وقته ويخصه هو. تثبيت حب محبة أرض المقدس بها بالإسراء، هذا قد انغرس في قلوب المؤمنين إلى يوم الناس هذا. إذن المقاصد كانت كلها محدودة في الزمان. أما الهجرة النبوية فقد هاجر المسلمون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا إلى الحبشة وبدأوا الهجرة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتتابعت الهجرة، هجرة كثير من المسلمين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن فتح مكة. هذه السنوات كلها كان يهاجر المسلمون فيها. وأي مسلم يمكن أن يتعرض لهجرة في سبيل الله عز وجل
إذا وقع في اضطهاد وإذا لم يستطع أن يحافظ على شعائر دينه وإذا لم يستطع أن يقيم دينه على الأرض التي يعيش فيها. فلذلك أيها الإخوة الكرام أراد الله تبارك وتعالى أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كما هاجر من سبقه وكما سيهاجر من بعده، حتى يستخلص الناس أكبر عدد من الدروس والعظات من خلال هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعيشه الناس في هجرتهم، فيكون أسوة لهم في كل وقت وفي كل حين. هكذا يمكن أن نستخلص الحكمة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم على الشكل الذي يعني هاجر به إلى المدينة. الهجرة أيها الإخوة الأفاضل قد تخص كل مسلم في كل مكان وفي كل زمان. هجرة الكفر إلى الدين، هجرة الكفر حين لا يستطيع المسلم أن يؤدي شعائر دينه، لا تستطيع أن تصلي، لا تستطيع أن تصوم، لا تستطيع أن تحج، حرم عليك ذلك، إن فعلت ذلك قتلت وشرت، آنذاك يعني لا يمكن أن تبتعد عن دين الله عز وجل وتهنأ بعيش رغدين، وحين تكون أمام الله تبارك وتعالى تعتذر بأنك كنت مستضعفا. لا، هذا ليس بعذر، كان عليك أن تهاجر. وهذا ما قاله مولانا في محكم التنزيل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الملائكة تسألهم فيما كنتم، لما لم تطبقوا شعائر دينكم، لما لم تكونوا مرتبطين بدينكم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما خلوا لنا نصلي ولا نزكي، وداك الشيء باش ما صليت ما زكيت ما قمت بالشعائر ديالي ما عبدت الله. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن الهجرة أيها الإخوة الكرام قد تخص الجميع. الهجرة خصت المسلمين في الأندلس بعد أن استوطنوها أكثر من 8 قرون، 800 عام، أكثر من 800 عام هم جالسين في الأندلس المسلمين. لكن لما جاء الاضطهاد جاء بسببهم، بسبب نقص فيهم، بسبب تفريطهم، لما جاء الاضطهاد وجاء التقتيل وجاء التشنيع وجاء التعذيب، آنذاك هاجروا من الأندلس إلى بلدانهم الأصل أو بلدان أجدادهم، فرجعوا إلى المغرب العربي وإلى البلدان الإسلامية. وهذا قد يحصل بأي مجموعة من المسلمين في أي مكان من الأرض. وآنذاك إذا استوجب عليهم أن يهاجروا فعليهم الهجرة، ولا يمكن أن يفرطوا في دينهم أو يجدوا عذرا للتفريط في دينهم وعدم عبادة ربهم عز وجل. أول درس نستفيده من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هو روح التضحية، روح التضحية التي يجب أن يتمتع بها كل مسلم وضع يقينه في الله تبارك وتعالى. هاجر المسلمون بلدهم، هاجروا وطنهم أو موطن رزقهم، هاجروا أرض آبائهم وأرض أجدادهم ليحافظوا على دينهم وليتمكنوا من إعداد أخراهم في أحسن الظروف. وهذه هي التضحية التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم إذا وجد نفسه بين خيارين: إما أن تعبد الله وإما أن ترتاح في الدنيا. لكن هذا هو الخيار: إما تعبد الله وتضطهد، وإما أن تعيش في حياة رغدة، الرزق ديالك داخل، الكسب ديالك داخل. فكاين بعض الناس اللي تيقول لك أنا أفضل الكسبة على العبادة، أفضل الكسبة وراحة البال على العبادة والالتزام بأوامر الدين. لا يريد أن يضحي بحياته، أو لا يريد أن يضحي بشيء من النعم التي يعيش فيها. هذا المسلم أيها الإخوة الكرام لم يتحلى بتضحية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتحلى بتضحية الصحابة الكرام، ولم يفهم المغزى من ابتلاء الله تبارك وتعالى لعباده، ولم يفهم المغزى من وجوده على البسيطة. لأن المغزى من وجودنا هو الابتلاء، هو الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو المغزى من الحياة. فيأتي على المسلم زمان أو وقت أو ظروف
لا بد أن يختار فيها وأن يضحي فيها من أجل دينه. في عملك تعمل في الحرام، فتقف بين أمرين، إما أن أعمل في الحرام ويكون لي كسب يعني يهيئ لي حياة رغدة، وإما أن أتخلص من العمل في الحرام حتى أطيع الله تبارك وتعالى وأضع ثقتي في الله عز وجل. فالخيار واضح لمن آمن بالله ربا وآمن بالله رازقا ورزاقا، الأمر واضح. أما اللي مازال عنده الغبش وعنده الشك، هذاك هو اللي تبيع الدين دياله بالأمور دنيوية بسيطة. انظروا إلى تضحية الصحابة رضوان الله عليهم، تركوا كل شيء وراءهم، تركوا العيش الهاني وذهبوا إلى مصير مجهول، غادي مهاجرين ما عندهم لا مال ولا شيء، ووضعوا ثقتهم في الله تبارك وتعالى ولا يدرون كيف يكون مصيرهم في الأرض الجديدة. عند مغادرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة المكرمة قال قولة فيها نبرة حزن ونبرة أسى، قال: والله إنك لخير أرض الله، يتكلم على مكة، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يعني كل الأمر ما كانش إني مرغم على الخروج منك ما خرجت، ولكن تضحية في سبيل الله عز وجل أغادرك إلى المصير الذي أعده الله عز وجل لي. وهذا صهيب الرومي رضي الله عنه حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت. يعني لأنك عشت بين ظهرانينا حصلت على المال وحصلت على الرفعة، وقد جئتنا في أول الأمر صعلوكا لا مال لك ولا قيمة لك، والآن تريد أن تهاجر إلى المدينة هكذا بمالك، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. فماذا قال لهم سيدنا صهيب؟ قال رضي الله عنه: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ نعطيكم قاع داك الشيء اللي كنت ملكت. أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رابح صهيب، رابح صهيب. هذه التضحية، ها هو المال كاين، شنو غنختار؟ المال ونجلس مريح مع بلاصتي ونخدم وكل شيء، ولا نعطي المال ديالي كله من أجل الله تبارك وتعالى؟ روح التضحية اقتضت أن يضحي بكل ماله وأن يفر بنفسه ودينه حتى يحافظ على ارتباطه بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، الدرس الثاني الذي نستفيده من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو عدم الوقوع في اليأس. انظروا، الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل في مكة، وواجه كل الصعاب وذاق كل ألوان التعذيب والتنكيل والهوان، هو وصحابته الكرام، منهم من قتل، منهم من شرد، منهم من طرد. يعني ونحن نعلم كل ما عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وضعوهم في شعب من شعاب مكة، لا يبايعونهم، لا يتزوجون منهم، لا يشترون منهم مدة 3 سنوات. هذا أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين. كل هذه الأمور عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ييأس أبدا، بل دام على دعوته وراح إلى الآفاق يبحث عن موطئ جديد. ذهب إلى الطائف على قدميه يدعو أهلها بني ثقيف إلى الإسلام، فرموه كما تعلمون بالحجارة، ثم رجع إلى مكة وعرض نفسه على كل القبائل التي كانت تأتي في موسم الحج، عرض نفسه على ما لا يقل عن 15 قبيلة. عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم يدعوهم إلى الإسلام. ما يأس الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يثنيه رفض الناس عن الدعوة والاستمرار فيها إلى أن يسر الله عز وجل له ظروفا مواتية للهجرة، بأن أذعن أهل يثرب آنذاك للرسول صلى الله عليه وسلم الذين أصبحوا فيما بعد الأنصار.
فالرسول الله تبارك وتعالى أذعن هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة العقبة الصغرى وبيعة العقبة الكبرى، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير إلى المدينة ليعلم الناس الدين حتى انتشر في كل الأوساط، وما بقي بيت من بيوت أهل المدينة من المشركين إلا ودخل الإسلام فيه. كل ذلك كان جوابا من الله تبارك وتعالى على التضحية وعلى روح التفاؤل التي تلبس بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. وهذا يجب أن يكون حال كل مسلم، خاصة نحن في هذا البلد، نرى الناس يحاربوننا من كل مكان، يحاولون يعني أن يحدوا من مساجدنا، يحاولون أن يحدوا من دعوتنا، ويخططون ويرسمون الخطط ويمكرون، كل هذه الأمور نعلمها أيها الإخوة الكرام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. كالعقلاء الذين لا يريدون لنا يعني ضررا، ولكن هنالك من الأعداء وهم كثر الذين يريدون الضرر بالمسلمين وبالإسلام في هذه البلدة. هذا أمر يعني نعلمه، ولكن المسلم لا يأس أبدا، المسلم ما دام الإيمان ينبض في قلبك، وما دام المسلمون يعيشون كأمة متراصة مصطفة وراء الحق، لا يمكن أبدا أن تخبو شعلة دين الله تبارك وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره أو متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هذا وعد الله عز وجل، ولكن ولو كره المشركون، ولكن المسلمين عندهم واجب. ولذلك في سورة الصف شنو قال الله عز وجل بعد ما قال هذا الكلام؟ قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ولكن لما كانوا أنصار الله، وهذا الذي نحتاجه أيها الإخوة، كونوا أنصار الله حتى لا تخبو شعلة الإيمان فيكم، وحتى لا يحارب دين الله عز وجل بين ظهرانيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا لم ييأس، والمؤمن لا ييأس من روح الله تبارك وتعالى، بل يجاهد نفسه ويعمل ويكد ويتفاءل. حتى سيدي لما انتصرش أنا في الدنيا ولم أرى بوادر النصر في حياتي، البوادر هذه وعلامات النصر كذا يعيشها أولادي ويعيشها أحفادي، زرعوا فحصدنا ونزرعوا فيحصدون، هذه سنة الحياة. إحنا الله عز وجل لا يأمر منا أن يكون لنا النصر وأن تكون لنا الرفعة 100% ونحصل على ذلك على مستوى الأفراد، ولكن على مستوى الأمة برمتها وعلى أبعاد تقدير. أنت المهم أن متى وجدتك الموت، متى جاءتك الموت، وجدتك مجاهدا في سبيل الله عز وجل، وجدتك قائما على دين الله تبارك وتعالى، وجدتك منافحا على حرمة هذا الدين، هذا اللي أتحسب عليه. أما الراحة أيها الإخوة الكرام، ماشي هنا الراحة، في الأخرى، الراحة في الأخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيتم في حياته، مع أنه فتح مكة عاش بعدها حروبا وقاس بعد فتح مكة إلى أن توفته المنية، لأن هذه هي سنة الحياة. سنة الحياة ماشي أنك تعيش النصر، سنة الحياة هي أن تبحث عن أسباب النصر وتؤجر عليه آنذاك في أخراك. إذا كان الأجر في الدنيا مرحبا به، إن لم يأتي في الدنيا المهم أن يكون في الأخرى. الأمر الثالث أيها الإخوة الكرام الذي نستفيده من هذه القصة هو حسن اختيار الصاحب. حسن اختيار الصاحب، كيفاش تختار الصحاب نتاعك؟ انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أذن الله عز وجل للمسلمين بالهجرة بدأ المسلمون في هجرتهم، ولكن الله عز وجل كان لم يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم بعده بأن يهاجر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك: إني أريت دار هجرتكم، يعني الله عز وجل أراني المكان الذي سوف تهاجرون إليه قبل من الهجرة، قبل ما يعرف بأنه سيكون في المدينة. إني أريت دار هجرتكم دار ذات نخل بين لابتين
نخلين بين لابتين. اللابة هي الحرة، والحرة هي المكان الذي يكون فيه الصخر أسودا. والمدينة كانت فيها واحد جوج ديال الجهات وبينها النخيل الكثير، جهة يعني هذه الجهات فيها الصخر الأسود. حرة كانت تسمى بحرة واقم، وحرة ما زال حد الآن، وحرة أخرى تسمى بحرة الوبرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالهجرة، سيدنا أبو بكر تجهز كباقي المسلمين، جهز نفسه حتى يهاجر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني ما تمشيش الآن، لا تهاجري الآن، فإني يعني أنتظر أن يأذن الله عز وجل لي بالهجرة. معنى ذلك إني ربما ستكون رفيقي وصاحبي في هجرتي. فقال أبو بكر: وهل فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ يعني هل ترجو أن أكون رفيقك بأبي أنت يا رسول، يعني أفديك بأبي، بأبي يعني أفديك بأبي يا رسول الله؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، فانتظر 4 أشهر يعلف راحلتين، أخذ ناقتين يعلفهما مدة 4 أشهر يحضرهما للهجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة. فلما سمع أبو بكر بذلك سعد أيما سعادة، وقال: الصحبة يا رسول الله، بأبي أنت يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني سوف تصاحبني في رحلتي هذه. سيدتنا عائشة تعلق على سرور أبيها لما علم بأنه سوف يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته. يعني المفروض اللي غادي يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سوف يكون في يعني في خطر، لأن قريش الذي يهمهم هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما قد يغض النظر عن بعض الصحابة، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم هذا يعني يريدون دمه، يريدون قتله. فالذي سوف يصحبه لا بد وأن يعرض نفسه للموت أكثر من غيره. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرح كل أيما فرح وسعد أيما سعادة، مع علمه أنه سيواجه الصعاب ويعرض نفسه للموت. قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري: فوالله ما شعرت قط، والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. يعني هي كانت صغيرة، قالت: ما كنتش نعرف بأن شيء يمكن الإنسان يبكي بالفرحة، أنا تعرف الناس يبكي من الحزن ولا من المرض ولا من الوجع، ولكن أول مرة رأيت إنسانا يبكي من الفرح، اكتشفت الأب ديالي يبكي ذلك اليوم الفرح. يبكي أبو بكر بالفرح لأنه سيصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يبكي وهو بالفرح وهو يعلم أنه يعرض نفسه للموت ويعرض نفسه للقتل. هذه هي الصحبة، هذه الصحبة. وعندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه إلى المدينة، كان أبو بكر رضي الله عنه طوال الطريق يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليترصد الأمكنة حتى لا يصيبه أذى، يعني يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرى هل هنالك من يتبعهما من قريش، حتى يعني لا يؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم، يفضل أن يؤذي نفسه حتى لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، إني لجرت لنا شيء مصيبة، إذا جرى لنا حادث أحببت أن يمسك أنت ولا يمسني؟ يسأله، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك هو الحق. فقال أبو بكر: والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون ملمة إلا أن تكون بدونك. يعني أقسم بالله لو كانت ملمة كيف ما كانت شيء مصيبة، أفضل أن تحصل بي، أن تصيبني وأن لا تصيبك أنت. فلما انتهيا إلى الغار، وسوف نذكر ذلك، قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، يعني ما تدخلش، ربما تكون لك حية أو عقرب داخل الغار. قال له: مكانك يا رسول الله، انتظر حتى أستبرئ لك الغار، حتى إذا كان شي حية أو كذا تصيبني أنا ولا تصيبك أنت.
هذا هو الصاحب أيها الإخوة الكرام، ماشي الصاحب اللي تفرط فيك غير لا تقول له راني مزير محتاج شي تسلفني شي حاجة، والله يجعل لك بركة ما عنديش، الله يكون في عونك، الله يسهل. لا، الصاحب هو الذي يكون معك في الشدة وفي الرخاء، الصاحب هو الذي يؤثر نفسه عليك، يؤثر نفسه عليك، يفضلك أنت على نفسه، هذا هو الصاحب. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا كان حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرى مدى حب أبي بكر رضي الله عنه لرسول صلى الله عليه وسلم من خلال عدة مواقف في هجرتهما، ومن ذلك أنهما لما كان في الطريق إلى المدينة واشتد بهما العطش وهما تحت لهيب الشمس المحرقة، نظر أبو بكر من حوله عن مكان يستظلان فيه، وندع أبا بكر رضي الله عنه يحكي لنا فيما رواه البخاري ومسلم ماذا حصل في ذلك اليوم. يقول رضي الله عنه: فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية الظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. يعني بقى ديك الصخرة فيها واحد شوية الظل اللي بقى، ففرش للرسول، ماشي تيفكرش في نفسه، ففرشت للنبي صلى الله عليه وسلم، مشى ذاك الظل اللي بقى وقال له: يا رسول الله تعالى فاضطجع هنا. ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش كحش شوية دي اللي بلاصة حداك، لا، ولا دي اللي ما كان حداك، لا، قال: فانطلقت أنظر من حولي هل أرى من الطلب أحدا، يعني هل هنالك واحد من أهل قريش يتربص بنا أو يتبعنا، هل أرى من الطلب أحدا. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في أمن ثم ذهب يترصد الأعداء. فبينما أنا كذلك فإذا براعي الغنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني يريد أن يستظل كذلك بتلك الصخرة. فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ هذا الغنم لما أنت ترعاها؟ فقال لرجل من قريش سماه فعرفته، أعطاني اسميته فعرفتها. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لبنا لنا؟ تعطينا شوية ديال الحليب، هل أنت حالب لبنا لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم انظروا إلى التفاصيل، ثم أمرته أن ينفض درعها من الغبار، وابغى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب، قال له: نقي الدرع نتاع من الغبار اللي فيه، أن ينفض درعها من الغبار. ثم أمرته أن ينفض كفيه من الغبار، فقال: فإذا به يضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة، يعني كثبة من لبن، يعني قليلا من لبن، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت للرسول صلى الله عليه وسلم إداوة، والإداوة هي الجراب من الجلد، تيجمع الجلد هكا وتيعمره بشي حاجة سائلة، فأعددت إداوة للرسول صلى الله عليه وسلم على فمها خرقة باش الحليب يتصفى، دار عليها خرقة وخوي الحليب عليها باش الحليب يتصفى مما فيه. هذا الشيء كله لمن؟ ماشي ليه؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الصحبة، هذا هو أبو بكر أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللي وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة، لا رجحت كفة أبي بكر. قال: وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رقد قليلا ثم استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، وفي رواية: فشرب حتى ارتويت، يعني بقى يشرب حتى رضيت أنا، مش حتى رضيه أو حتى ارتواه، لا، فشرب حتى ارتويت، حتى أنا شبعت، يعني ما بقاش فيها العطش، بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب حتى ما بقاش فيها العطش. انظروا إلى الإيثار أيها الإخوة الكرام، ماشي قال نشرب أنا شوية ونديله داك الشيء اللي شاط، لا، أعطى كل اللبن للرسول صلى الله عليه وسلم، فشرب حتى رضيت. ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. والقصة ما زال لها يعني تفصيل قد نذكره في حينه. Un jour, Abu Bakr était en train de faire son prêche et il leur a dit: qui d'entre vous connaît Surat Tauba? Et un lui a dit: je la connais. Il lui a dit: récite-la. Il a commencé à la réciter. Jusqu'à ce qu'il va
ومو الله عز وجل أدي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فبكى أبو بكر وقال أنا صاحبه. Dans ce verset, lorsque Allah Azza wa Jal dit, si vous ne lui apportez pas secours, Allah Azza wa Jal lui a déjà apporté secours lorsqu'il était l'un des deux. Lorsqu'il dit à son compagnon, ne t'inflige pas, ne sois pas infligé, Allah Azza wa Jal est avec nous. Abu Bakr a pleuré, il a dit, j'étais son compagnon. Le seul compagnon dont le compagnonnage du professeur Azma a été mentionné dans le Coran, c'est Abu Bakr As-Siddiq, radiyallahu anhu. Et ça, c'est une faveur que Allah Azza wa Jal a donnée à ce grand compagnon. Et on verra les détails de ce voyage-là et on verra comment Abu Bakr Siddiq était le meilleur parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que nous devons trier à la volée nos amis, nos proches, nos fréquentations afin de préserver notre religion et afin de trouver le secours lorsqu'on en a besoin et afin de trouver le conseil lorsqu'on en a besoin, qu'il s'agisse d'un conseil pour les affaires de l'ici-bas ou dans les affaires de l'au-delà. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وارحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.